شربي البونجور. موجود. كيفك؟ جود. ماشي الحال. بس بدي اقول للمشاهدين انه الكوسه بلبن جربنا نعملها الاسبوع الماضي ولكن ما خلصت. صح. ففي كثير منكم رجعوا طلبوا انه نرجع نعيدها حتى نقدر ننهيها سوا. اكيد. فرح نعملها سوا اليوم. رح نرجع نعملها سوا لانه مثل ما قلنا كان في كثير اشخاص عم يطلبوها على البيج فيسبوك تبعونا. اكيد قبل ما نبلش انا رح اقول رمضان كريم لكل المشاهدين ورح نبلش فيها هلا. يلي ثاقبت انه حدا شوي منا في كفي معنا حتى أكيد. اشوف كيف بدنا نخلصها. اوكي. اول شيء بالكوسه باللبن عندنا ثلاث مراحل لازم نشتغل كل وحده واحد عدا انه رح نحشي الكوسه ونحضرها قبل. في عندنا المرحله اللي بنحضر فيها اللبن، المرحله الثانيه بنكون عم نسلق فيها الكوسه، وفي اكيد الصوص اللي بنطعم فيها اللبن. فنعمل كل هالبروسس كله مع بعضه، بس بهيدي الطريقه بنكون عم نقدر اذا استعملنا هالكوسه او سلقناها قبل بوقت وطبخناها نقدر نرجع نجمعها بوقت ثاني ونضل محافظين على زيت الطعميه اللي نحن بدنا اياها. اكيد هون عندي تشيكن ستوك، وهلا كمان اذا كان عندنا وقت بنقول كيف نعمل تشيكن ستوك. انا اكيد حاشين كوسه من قبل رح نحطهم حتى ينسلقوا. لما نسلق الكوسه بمرقه الدجاج مزبوط على الاخر استوى بده لا, لا 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 اول شيء اول ما هلا لحوت ما مفروض، المفروض قد ما فينا نحافظ على الكوسه لونه اخضر. اكيد ما لازم تكون مهلوطه، لازم تضل شوي القشره من برا مستوي الرز وتضل القشره من برا لونها شوي اخضر وشوي قاسيه. فمنشان هيك ما لازم، لازم ننتبه ونضل نشيك قديش استوى الكوسه مزبوط، يكون الرز استوى وبعدها من برا، لانه بنعرف حتى كمان اذا سلقناها كثير رح تنكسر حبه الكوسه من عندنا. فهيدي هي اكيد فينا نطعم شوي. نحن بس نقول عندنا مرقة دجاج مفروض تكون عندنا مرقة دجاج كثير طيبة، هي اللي أكيد فيها العظام الدجاج، فيها كل البوكيه غارنية اللي بنحطها عادة، وطعمة الخضرة وكل شيء بالانسد بقلبها. إذا نحن حبينا بما إنه هيدي الكوسة باللبن فيها طعم الثوم، فيها نزيد لها شوية ثوم وشوية بصل بقلب ستوك حتى نستفيد ونقوي لها طعمتها أكثر. هيدي هي. أنا رح أعمله رح آخذ ثلاث حبات ثوم. هلا بالنسبة لللبن أكيد اللبن بدنا مفروض يطلع شوي كريمي، أكيد مش فاضيت حتى يطلع عنا بهيدي الطريقة. رح ناخد نحط كورن فلاور أكيد مدفيينه بمي على هي مطفية بعد مسقع اللبن. آه على مزبوط. رح ناخد نحط الكورن فلاور. هون ما بنحط البيض بعد؟ مبلا دغري رح نحط البيض. هلا بنقول رح نحط الكورن فلاور، رح نحط صفار البيض. هيدي هي رح نحركهم قبل ما نحطهم على النار مضبوط حتى ياخذوا بعض. هيدي هي. وهلا رح نحطهم على نار كثير خفيفه للماكسيموم ونضل نحركهم، وهلا بنشوف بعد شوي كيف رح تصير مضبوط. رح نحط البهار الابيض مع اللبن، نحط الملح، هيدي نحط على نار كثير خفيفه، واكيد بدنا نضل ننتبه ونضل نحركها على طول. هو اول شيء بيرخى دخلك اول شيء رح يرخى، بس اهم شيء اذا كنا عم اذا حطينا صفاد البيض وحطينا نشا مطحينه بمي اكيد على البارد، هذا الشيء رح بيساعدنا على نار خفيفه، رح نحسه رخ شوي بعد شوي رح يشد، ورح يشد بطريقه انه ما رح نشوف هيدا اللي بنسميها بالعدب الدارج انه يبرغل او يفرط. هيدي التكستشر اذا لقيناها بالكوسه باللبن يعني هذا الشيء مش كثير منيح، فمفروض نهرب من هيدي الشغله. حتى نهرب منها بدنا نحط الصفاد والنشا على البارد ونشتغل على نار كثير خفيفه. واكيد بدنا نضل نحركها لا بنشوف بعد شوي دغري انه التكستشر اللبن رح تغير وتصير مثل ما نحن بدنا. اساسا نحط صفار بيض شربي؟ ايه اساسا نحط صفار بيض واساسا نحط نشا. هلا اكيد فينا نحط اوقات صفار بيض واحد
او نشا واحد اكيد فينا نعمل هيدي الشغله. كيف سفر لحقول اذا بنحط كل وحده واحد رح يكون عندنا ريسك تفرط اكثر بدها عنايه اكثر. واذا حطينا ليش نحن بنحط سفر بيض وبنحط نشا مع بعضهم؟ بنحطهم مع بعضهم لانه اثنيناتهم بنعرف انه هن بيعطونا التكتشر اللي بدنا اياها. الفرق انه بس نقصهم اثنين البيض بيعطينا تكتشر اقوى بس لونه رح يغير لنا لون اللبن. فمن هون بنجرب نلعب على التكتشر نلعب على اللون. هلا بنشوف انه اختفى تقريبا لون الصفاد واختفى اكيد الطعمه ما رح تبين. فاذا بدوح بنحط كل الكميه صفاد رح يكون عندنا لون شوي اللبن مغير. هيدي هي اكيد. هلا بالنسبه للحشوه هون عندنا اللحمه والرز مع بعض. كل يلي علينا نعمله هو انه ناخذ بصل وبرد كالفيه. بس نقول برد كالفيه يعني عم ناخذ الزبده ونشيل منها الحليب. هيدا بنعملها بنحط زبده بنحطها على نار كثير خفيفه رح يفصل عنا الحليب عن الزبده. اهين طريقه هي ناخذها ونحطها بالفريزر بس تجلد رح نشوف انه الزبده جلدت والحليب رح يضل ليكويد. بس ناخذها ونفخط الزبده من فوق فينا نصفي الحليبات ويصير عندنا برد كالفيه. هذا بيساعدنا وقتها بدنا نقلي شيء ونعمله كونفيه على حراره النار ما بيحترق الحليب عندنا وما بيطلع عندنا طعمه حليب بالشو اسمه بحيالة شيء عملتكم. انا كل اللي عملته اخذنا برد كالفيه اخذنا شويه بصل حطيناهم فيهم على نار خفيفه وتركناهم حتى يصيروا كونفيه. قد ايه بتحط كميه الرز نسبه للحم؟ تقريبا نص بنص او كميه اللحمه اكثر شوي. اوكي هيدا هو اكيد. هون في عندنا البهار الحلو عندنا القرفه كافي شوي مزبوط. هلا عندنا الملح وهون فينا نحط اكيد بهار ابيض او بهار اسود اذا نحن بنحب. هيدي هي كل الحشوه تقريبا خلصت. هون مثل ما قلنا المفروض نحن وعم نحشي الكوسه رح نعمل وحده على الهواء هي انه نخليها شوي مش للاخر نوصل فيها. ايه اكيد حتى نعطي مجال انه مزبوط لانه بدنا نعمل بحساباتنا انه هلا الرز رح ينفش شوي وحتى ما تنكسر عنا الكوسه. هون مثل ما قلنا خففنا النار رح نترك الكوسة والرز يستووا على مهل. هيدي هي اكيد. فينا كنا نعمل شيء ثاني انه ناخذ ونحط هلا بنشوف انه نحن اكيد رح نعمل قلية ثوم ونعنع ونعنع يابس مع بعض. هيدي هي الكوسة خالصة. فيلي رح نعمله نحن هلا رح ناخذ ونطبخ اللبن وحده ونرجع نعمل قلية كمان على وحدة. هذا الشيء بيساعدنا انه اول ما بدنا نقدم هالاكله رح ناخذ ونحط الكوسه رح نزيد اللبن عليهم اكيد المفروض كله يكون سخن ورح ناخذ القليه نرجع نسخنها شوي ونحطها على وجه اللبن. وهذا الشيء بيساعدنا قليه ثوم نعنع يابس ونعنع اكيد اخضر شويه حامض. اذا بناخذ نحن هلا ومنبلش نحطهم كلهم مع اللبن رح نشوف انه رح نفقد شوي رح يحل لون النعناع يلي عندنا مع اللبن ورح شوي نفقد شوي تكستشر مع اللون وهيك الطعمه اكيد رح تضل هي زيتها. واذا اخذنا هيدي سقعنا هاللبن حطيناهم اكيد وقتها بدنا نسقع شغله بالبرد مادي مي وثلج اخذنا حطيناهم بالبرد رح نشوف انه رح يصير اللون كله زيت شي وكله شوي لبن على لون اخضر. اذا بنشتغل بهيدي الطريقه حيلا وقت بدنا نقدم هيدي الاكله بنضل محافظين كانه عاملينها هلا. هلا بنشوف انه بلش تكستور اللبن تغير بدها دقيقه بتبلش تشد. هذا الوقت اكيد فينا نعمل طريقتين حتى نحضر القليه. فينا ناخذ وندق توم دق وفينا اكيد نفضمه ناعم. انت بتقليهم بزبده او بزيت؟ انا بقليهم بزبده لانه اكيد الزبده مكرره لانه الزبده بتعطينا طعمه ادسم واطيب. هيدي هي وخاصه انه اخذين وعاملين الزبده مكرره هذا الشيء رح يساعدنا كرمال ما يكون عندنا مشكله انه طعمه حريق او شيء وصارت قريبه على الزيت بس الطعم شوي اطيب.
وهون اذا نحن بنحب اكيد نقوي طعمه الثوم فينا نحط ثوم باللبن، يعني هول القصص فينا نطبخها بالطريقه العاديه يلي بنطبخها على طول فيها، وفينا ذوق عليه يلي انا عم بعمله اكيد ما في فرق، بس هو الافضل اذا بنخلي على طول الكوسه على جنب، لانه هيدا الشيء بيساعدنا حتى ما نحط الكوسه باللبن وتفقش وهيك، فهيك احسن نكون محافظين عليها اكثر. وإذا بدنا ناخذ الكوسة ونسقعها ونحضرها قبل الوقت، هو الأحسن إنه ناخذها نشيلها من ستوك تبعولا ومنكب ستوك أكيد يلي هلا عم نسقعها. بس نشيلها من الستوك. مزبوط، حتى نحافظ لها على شكلها وما تفقش. وقتها بدنا نرجع نسخنها، رح نرجع نحطها بزيت ستوك، نرجع نسخنها شوي، هيك بنضلها محافظين عليها أكيد. هون علينا بس ننطر حتى تصير تكتشر اللبن مثل ما نحن بدنا، ندوقها نتأكد من الملح. تبولا هو اللبن كمان بيرجع بيسمك بعدين، هو اللبن مزبوط، هو اللبن بس يسقع رح يرجع يسمك شوي. اكيد هون فينا اذا حسينا السمك بلش يسمك فينا نخيب شوي مي اكيد، او تشيكن ستوك اكيد. هون الثوم عندنا صار جاهز، نحن بالاخير بدنا نشتغل على طعمة اللبن، اذا حسينا انه اللبن بده شوية حامض فكل اللي علينا نعمله انه ناخذ ونزيد له شوية حامض من بعد ما نذوقه. اكيد عندنا النعناع ونعناع يابس، هون عم ناخذ تكتشر طعمة فمندخل نعناع اخضر مزبوط ونعناع يابس، هون بنكون عم ناخذ طعمتين. ونبلش السمك السمك سوري بلش اللبن يسمك، صار فينا نبلش نعمل الصوص. بنشيلها على جنب؟ بنشيلها على جنب. نحط الزبده اللي هون بنشوف انه الزبده شكلها مثل الزيت شوي لانه شايلين منها حليب. بدنا حامض، بدنا ستوك. ليه بتزيد حامض دخلك مع اللبن حامض؟ هون لانه بنعرف الحموضه يلي هي الطعمه يلي باللبن هي بتيجي من شغلتين، بيجي من طريقه يلي عم نحول الحليب للبن يلي هي بنسميها اليوم الذوبه، وهون قديش الذوبه فيها طعمه حموضه، قديش بتعطينا طعمه اللبن يلي نحن بنحبها، وكمان نوعيه الحليب والحراره، يعني هذا بروسس بالطريقه يلي عم ننتج فيها اللبن. فهون وقتها اوقات بنشتري هاللبن بكون اللبن طعمته مش مثل ما نحن بدنا او الطعمه اللي نحن بنعرفها بنحبها لللبن، فعلينا اكيد نزيد له شويه حامض. وهون هينه لانه بين الثوم وبين النعنع والحامض هيدي الاليه اللي نحن بنعرفها بيمشوا مع بعض، سو ما عندنا ولا اي مشكل، ما عم ناكلهم لبن عادي ني حتى نعتل هم. فنكزة الحامض اذا زادت شوي صغيره ما رح تاثر علينا لانه بين اللحمه والدز وهيك ما عندنا هيدا المشكل. هون مثل ما قلنا تينا انه اذا حدا من المشاهدين بحب ياخذ الثوم ويعمله انا عم ودقه اكيد ما في مشكل. بلش نقلق الثوم. هون بنشوف بس بلشنا نسلق الكوسة على نار خفيفة شوي محافظين على لونها الأخضر. هيدي هي. هون كمان مثل ما قلنا إنه هذا البروسس فيها نعمله بالقبل ونحط هلا اللبن كله، صار عندنا صوص مظبط لطعمته ومنهين على حالنا. هي اللبن المفروض يغلي شوي مع الصوص؟ لا. لا رح اقول لك شو، هلا الصوص رح تاخذ طعمتها كلها ليكي رح اقول لك شو، هون اكيد اذا حطيناهم مع بعضهم رح ياخذوا كل الطعمه اكيد، بس اذا اخذنا عملنا يلي انا عم بعمله هلا وحطيناه على وجه اللبن بالكميه المضبوطه وهيك رح ناخذ الطعمه يمكن اخف نكزه، بس رح ناخذ تكستشر احسن، رح ناخذ لون اكثر ورح ناخذ بلاتر مشغول اكثر. هيدي هي. حط انا شوية حامض
شوية ستوك. النعنع ما بده يتقلى معه؟ النعنع هلأ لحطوه. أكيد هيدي الصوص هلأ هنظبط لها الملح تبعولها. هيدي الصوص رح تكون على وجه اللبن، نتركها شوي تغلى حتى يروح منها نكهة ستوك اللي حطيناه هون. هيدي هي. طيبة. أكيد هلا فينا هون ما نكتر كثير ملح حتى نشوف قديش اللبن عنا طعمته مزبوط. ما دقناهم بعد، بدنا ناخذ اللبن ونحطه شد شوي، وهون بنصير نقدر نجمع للكوسة. مثل ما قلنا اهين شيء في اعمله اخذ هالصوص حتى فوق اللبن واعملهم كلهم وحط الكوسة بقلبهم. هيدا شيء كثير هين. بس هون بدي اقول شغله، انه اذا عم نشتغل بالطريقه اللي عم نحكي عنها هلا، ما ناخذ نعمل قليه ونحط اللبن فوقه هو ومسقع. لا، خلينا ناخذ اللبن نشتغله على جنب، واذا بدنا نعمل قليه ونخلطها مع بعضها ناخذها ونحطها ونخلطهم مع بعضهم كل وحده واحد. هيك بنكون عم نخفف ريسك انه اللبن يلي عندنا يفلت. هيدي هون الصوص صار كنا نحن بس ناقص لكينا يستوي الكوسة واكيد نعمل برزنتيشن هلا صارت نحطه باللبن مع الصوص. رح نرجع لكينا نلتقى معكم مشاهدينا بالتيستينج بعد البريك. رح نرجع البال معكم وبنشوفكم نحن بعد شوي. حطيت بهار شيء؟ شو شايفتكم عم تتسلوا؟ أصلاً هيدا بهار عم تحطوه؟ بهار، بهار أو قرفة؟ لا، أنت عم تحط قرفة، أنا عم بحط بهار. عم بيروح مع الأي سي هيك. حلو الجاز هيك. هيدي هي. هلا عرفت شو قصدك، انه ما نحط الكوسه مزبوط باللبن. نقدر نشتغل هيدا البرزنتيشن اذا حطيناهم كلهم مع بعضهم. انت بتحب الشير باللبن؟ هلا ولا مره اكلها مش شير باللبن. ولا انا اكشلي. يلا مندوق. هلا هون في تشالنج انه الكوسية مزبوط يكون لها طعمه. ايه اكيد ايه، ويكون لانه اللبن بعد مش فيطلع يعني ما عم بغطي نكهته. هون رح اقول شغله، هون ونس رح نقص الكوسية ويكون حاطين مع اللبن الانف رح تكون عندنا الطعمه اللي بدنا اياها ومحافظين على هذا الشكل. يلا خلينا نجدد. واو، لكن جانا على تيستينج من بعد شهر رمضان. رجعنا للأكلات الطيبة. بذكركم مشاهدينا أنه فيكم قريبا جدا تكونوا معنا عم بتذوقوا بالبرنامج الجديد MTV Live بتطلب الجديدة. عم بيذوقوا، عم بيطبخوا كمان. في طبخ أهم شيء. يعني عندنا سنتين ثلاثة قدسنا MTV Live، أربع سنين خمس سنين ما بعرف. خمس سنين عم نطبخ لكم وعم ندق لكم. صار وقت هلا انتم تجوا تنضموا لنا. صحتين صحتين للكل. بون ابيتي. ثانك يو تشيف. شو شو تينا؟ سي بون سي بون. بعدين هون وقتها بنشتغل بهيدي الطريقه بنحافظ على تكتشر الكوسه اكثر كانه عم ناكل. هيدي الهيدا زي ما انا رايحه هلص. مزبوط مزبوط. يعني بعدها هيك ماسك رح فسرها شوي. مثل وقتها بناخذ حيلا كوسا غارنيتور مع حد فيليه وكذا بيكون بيكون بهيدي الطريقه اللي عم نطبخ فيها قراب على هيدي التكتشر. عندنا اللون، عندنا التونيون تبع الكوسا وطعمتها اقوى ومش فارطه وهيك. وطعمه النعنع بعدها قويه. مزبوط. من ورا النعنع الاخضر بتصور. مزبوط، من ورا النعنع الاخضر. واكيد هون يعني هون ما عم ناكل صوص، عم ناكل كل وحده واحد، عم نحس بطعمه الثوم لانه بعد مش كله فايت ببعضه. مثل ما عاده بنغليهم كلهم مع بعضهم بيطلع عندنا طعمه صوص وحده، طعمه فايت ببعضه. بس تعرف شيف هالاكله اللي انا بحبها كثير على فكره، الكوسه اي لاف ات، خاصه اللبن. طيب مع ملعقه. طيب يكون في صحن لبن مثل هو اكثر غميق. مظبوط صح.
تربم. طيب انا بس نخلص لك اعطيك هيك احيان شيء. بدنا نذكر كمان بفقرات الجديده عادل. ما زي فتحنا سيره الفقرات الجديده نحكي انه رح يكون في ريلوكينج كمان واصل اذا حابين تغيروا الشكل تبعكم مع اخصائيه من ام تي في لايف يساعدوكم شو التيب شو اللوك شعر الى اخره. ريلوكينج سون. نحن بالفتره عم ناخذ يعني كل الاشخاص اللي حابين يشتركوا تتصلوا فينا على الارقام يلي عم تبين. وفي فقره ثالثه كمان يلي هي جوكس فيديو جوكس او مسحات مصوره كمان هون بدنا نفتح لها. بهون بدنا كمان فيديو تحضروا هلا خلوا الكاميرا حطكم قريبه اذا صار شيء بضحك هيك موقف غير شكل فيكم تصوروا وتبعتوا لنا اياه قدامكم عم بيقطعوا كل الديتيلز ان كان فيسبوك او ايميل او حتى رقم التليفون. وكوكين كمان برجع بذكركم انه انتم فيكم تجوا شخصيا تطبخوا معنا فهيك فيكم تفوتوا على الفيسبوك بيج وتحطوا اسمكم واسم الوصفه اللي حابين انتم تحضروها فيها تكون وصفه انتم يمكن مخترعينها او شيء هيك قريب لقلبكم. بعدين ذكرنا هون وحبينا طبخه مثلا من هالاشخاص بركي بنصير نحن بنطلب فيكم ترجعوا بليز وتعملوا لنا مثلا شيء نحن بنحبه. ليه لا؟ شربل ميرسي بوكو لاكله بتشهي. ثانك يو. بكره اكيد كوكينج بنفس الوقت والتيستينج رح ناخذ وقفه. البير مكفى معه؟ انا مكفى. بعد في عندنا مقابلات رح نحكي عن رالي بيبر ورح نحكي عن غير اشياء. خليكم معنا. تشاو تشاو.